الرياضة موعدها الآن. إلى أوروبا، حيث تشهد أرضها اليوم استئناف منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بإقامة ثماني مباريات، أهمها مباراة بايرن ميونخ الألمانية أمام مانشستر سيتي الإنجليزية وتشيلسي الإنجليزية مع شالكا الألمانية، بينما يستضيف برشلونة الإسبانية أبويل نيقوسيا القبرصية. وعن التمثيل المصري في الدوري، يأمل اللاعب محمد صلاح المحترف ضمن صفوف تشيلسي أن يتم منحه فرصة الظهور في مباراة اليوم أمام شالكا الألمانية. وكان أمس قد شارك اللاعب المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف فريق بازل السويسري الذي سحق على يد نظيره الإسباني ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.